وافق مجلس الشورى في جلسته الأخيرة على الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي، مستجيبا بذلك لما أوصت به لجنة المرافق العامة والبيئة. هذا وأكدت سعادة الأستاذة دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تنمية مصادر الغذاء والعمل على توفير مخزون استراتيجي آمن وإتاحة فرص الاستثمار الاقتصادي في مجال الأمن الغذائي. الإشارة إلى أن هذا الاقتراح بقانون انبثق من توجيه جلالة الملك الله يحفظه بشأن وجود مشروع الأمن الغذائي الوطني، وجاء أيضا هذا الاقتراح بقانون متفق مع عمل ومساعي الحكومة بحيث تضمن الأسس المبني عليها تنمية يعني مصادر الغذاء بكافة القطاعات الحيوانية والزراعية والسمكية، كذلك العمل على توفير مخزون استراتيجي آمن، وفي ذات الوقت نعمل على إتاحة فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية خاصة في الأنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية، وبالتالي نعمل على تأمين مسألة الأمن الغذائي. فإن شاء الله يعني يكون هذا الاقتراح بقانون بعد أن يتم صياغته كمشروع قانون، ونأخذ برأي الهيئة التشريع والرأي القانوني وكذلك رأي الحكومة من قبل الجهات المختصة للعمل بموجبه.